لفرايدة ليش ما حطوه؟ ونعمل الشاي نسبة كده أول حاجة باش نعرفوا معناها دي كونسيكونس نتاع هاد ديزاستر ناسيونال، لازمنا نعرفوا إنه شنو تمثل الساعة هي غابة درشيش والامتداد نتاعها معناها في منطقة واد القصب وحمل غزاز وإلى منطقة كركوينزا. هذه الغابة لي سيونتيفيك كي اون ديسيدي معناها سا كرياسيون c'était dans l'objectif de lutter contre l'ensablement de la région. اغلبيه نتاع درشيش تابع المعتمدين الهواري. هي غابه معناها تمتد من شرق الكابون غرب الكابون، غابه معناها ايمونس. الجزء اللي تابع المعتمدين حمام الغزاز سمي واد القصب لانه فرنسا كي جات قد رمال زحفه عملت حواجز من القصب. بعد زراعة الحواجز هذه وقع التشجير أقدم جزء من الغابة عنده تقريبا 75 عام وأحدث الجزء عنده 45 عام بالضبط. تربيت فيك انت صغير؟ لا انا ما خرجت منها طولي ساعه طولي ساعه صراحه طولي ساعه مع العبد ولا انا خرجت منها انت حتى زي نتاعي انت هاي زي اللي لابسه تاع نتاعي انت هاي نتاع الغب مخاصير هذه زرعها هو زرعها هذه الجيش هون هذيك هذيك انا زرعها فيها هذيك زرعها خضرة هذيك انا زرعها حطيتها سكر كما هي. الغابة عندها إفادة عديدة جدا جدا. الحاجة الأولى أولا ترسيخ التربة باش ما يقعش انجراف ما يقعش تصحر ما يقعش إلى غيره. الفائدة الثانية الهواء واعتدال الطقس والأمطار. كلنا احنا جدنا غرس هالغابة هذه معناها على الشيء هذا باش نجموا نفلحوا وباش نجموا نتنفسوا وباش نجموا نتمتعوا. قيمتها البيئية معناها في تنوعها من الديفيرسيتي سواء من لا فون لا فلور من الحيوانيه والنباتيه والسلاسل الغذائيه المربوطه بها. ثم هي الغابه كذلك هي رزق لعمال حتى على مستوى السياحه الداخليه ولا حاجه برشا عباد تجي تحب تعرف الغابه وتمشي لدرشيش وكل كانت المعامل مثلا نتاع الياجور في المنطقه في نابل وغير ذلك من الغابه هذه. اليوم نهار 17 جويلية 2011 كارثة بيئية كبيرة ياسر ضربت ظهر تونس والعالم وبالأخص احنا منطقتنا اللي هي منطقة الوطن القبلي وقليبيا حامل الغزاز ذكر كوان دار شيش ودار علوش. والله انا قالوا لي هيمشي لا قلبي لعطاني بجراء محلوقة يا لطيف. نادي السينمائيين الهواة بحمام الغزاز لقيتهم بارازاغ وحدهم يعملوا في نقيقيتكم قاعدين تصوروا كما احنا قاعدين نصوروا و نهار اليوم نهار نجم نقول من اخيب ايامات حياتي. نعمل نداء
لكل ما يغير على البيئة وعلى تونس وعلى ثورة تونس وعلى التنوع البيئي، باش نقوموا بحملة معناتها في نوفمبر، كان كل واحد يزرع شجرة نجموا نعملوا 50,000 شجرة في النهار. أنا بتحك سؤالك عاود هالسؤال. شو رأيك في التقاعس هذا السؤال؟ أنت كيفاش التقاعس؟ كيفاش أنا إدارة الغابات قاعدة تلهى بالغابة وما يفيقوش بها لهبت، وكيفاش من بعد يجيبوا ترك سوات يقلعوا الزجر اللي معناتها إنسان يقلع السجر كي يظل يقلع السجر إيش كيفاش يقلع السجر برك؟ هتشوف أنت شنو يجرى فيهم؟ إيش كيفاش؟ فهمتني ولا؟ وناس تطفي وتحمي في الغابة وتقادي، وإدارة الغابات بالتراكتور متاعها وواقفة فم بالواحد متاعها ما تجيش تعاونك، إجا قادي معانا لا جينا أرض إحنا من فوق ما نمسوا حتى شيء لك، جينا أرض نقادي، قوم برا مشي روح يكون لك خير، ما تقعدش فم في الدخان. ليش قاعد فم في الدخان؟ خزان معناها السلعة نتاعو متجاوزة 300 متر يتحرك وقت اللي معناها تجي أوامر باش يتحرك ما يعرفوش كيفاش يتحركوا. وين الإدارة؟ إدارة غابات يا حتمل الأساس نتاعهم ذات هي تحرق. هي إيش بكش؟ إيش قاعد يعملوا هما؟ شنو قاعدين يعملوا إدارة الغابات؟ إيش قاعد تعمل؟ وقت يجي الوزير كنهارت المسؤول كبير ولا يعمل لك خايف. من عام 90 الى الان هو ملف موجود في اداره القبائل، لم يقع تشجير وضع نبته واحده في المنطقه. في المساحه الشاسعه المتراميه بعدد قليل ومعناها من الاعوان ما تنجمش تتعس على غابه كامله. اليوم نهار السادس قلنا عاودوا امكانيه اخرى ما نجموش نتحصلوا على انفورماسيون من ريسبونسابل ميم حتى على الامبورتونس نتاع الغابه. يبقى قالوا لنا ملا فضايح تصوروا فيها ما لقيتوا فاش تعملوا لوها طالعين في الجبل لوها تصوروا. وكأن العمليه في تصحير المنطقه مقصود. كانت بعض اعوان الحمايه المدنيه معناها وزوز فرق معناتها من اعوان الغابات معناتها تقريبا 10 من الناس بزوز معدات هما الموجودين في حريق معناتها بصراحه معناتها قالت ما كناش نتصوروا شنو ما كناش نتصوروا معناها حمايه مدنيه وما تتصورش. انا نسال سؤال هل انه الحمايه المدنيه مثلا عندها خطه عمل نتاع النهار هذاك؟ ثم خطه توضعت باش نواجه الحريق هذا. انتم ربما في بكم شبه في نهار 14 وقت اشاره النار ونهار 15 شنو خططنا؟ علاش خططنا؟ علاش خدمنا؟ احنا خدمنا على 15 يوم 16 يوم نار. امكانيات تحطت امكانيات كبيره مقارنه بامكانيات بلادنا. احنا مشاركين 195 بشر ومعاهم 9 ضباط سموني عايش كم فهم. احنا خدمتنا 24/24 لما قلت لك ثلاث مراحل محاصره الحريق والسيطرة عليه واخماد الحريق وبعدها تجي مرحله التبريد والحراس. احنا تو وصلنا في مرحله اخماد الحريق ثم سيستم تاع مردومه مثلا تكون طفيت انت كل شيء صار لها كيلو بري كتصير بعدين بالريح تعاود تتحير من جديد ما يلزمش خلاها عباره على باش تخلي سيجارو في غابه غابه جديده تخلي فيها سيجارو عندك امكانيه باش ما تشعلش النار عندك امكانيه باش يضيعوا لك الفكتاع. كانوا برشا متفرجين والبعض منهم متطوعين. تعرف شكون ينسقهم ونظامهم؟ ربما الحريق والكارثه وسرعه تنقل النيران وكذا خلات معناها لابانيك والفوضى في اللحظه هذيك وكل واحد حب يدخل بجهه والنار غلبت الناس الكل. المتطوعين في الغابه نحتاجوهم برشا. هاي زيدونا جوج ثلاثة من الناس. لهبة منا هاي. لهبة منا بتيجي الجهة الأخرى. ما تقربش عايش ولدي ما تقربش ياسر.
ما تخرب بلا شيء. بالك رملنا مرسم. خلي بالك اضرب وانت بالرمله عدنان. وقت اللي تسمع شيء اخر ما نجمش نوصف لك انا هذا الشيء اللي قاعد يصير. ذيك العمليات تتواصل زي ما تقعد متواصلة، أما معناها باش تشد فران للحريقة باش ما توصلش برسا، أما مش هي باش تطفي الحريقة. يظهر لي البارح في الليل ولا فرح لهنا كانت هناك موسيقى incroyable الناس تغني وفوق النار اللي هبط دونك سيتي ان سيتواسيون كومبليتوم كونتراستي. قوه الفلوس عملت حرقت لنا الغابه هذه، قوه الفلوس هي اللي حرقت الغابه تاعنا، ونحن نحن مساكن كلنا حلم نتاعنا وتاريخنا تحرقهم. ولكن الفلاح المجاورين يعرفوا الناس، يعرفوا شكون حرق الفلاحة هذه كلها محمية بالبارتي نتاع الغابة هذه اللي هي توا ولات هكا نهار 16 جانفي بالتراكس اللي جاو قلعوها مسحوها مسحان. الفلاحة هذم الكل ضد الشيء هذا خاطر أراضيهم أنا مهدة. والغابات موجودة فوق الآثار وفما بلايص كذا، الناس قاعدين توا تقلع في الغابات. عندنا منطقة في معتمدة الغزاز، نتحدث على معتمدة الغزاز، عندنا مناطق في عهد الثورة فقط تبناو فيهم ديار وديار. كي جابوا لهم الضوء لهناك الناس ولات تحب البارتي على البحر خاطر هما اللي باش تباعوا بالغالي. اللي عنده منظر على البحر ينجم يبني دار وتولي بالطبيعه غاليه وتولي 80 مليون المرجع، هذوما يبيعوا بالغالي وهذوما باش يبيعوا بالغالي، والغابه كلها بشويه بشويه باش تتنحى. اظن انه المسؤول كي باش ياخذ قرار من نوع هذا باش يامر المسؤولين الصغار باش يجيو لغابة حمام الغزاز او باش يدعو الدول الاخرى باش تساعد على العملية، كأنه سيخسر منصبه. ثم فلاحة ضروري لا برسك في نهار 16 ما ثم الناس كلها لازم نحل نتاعها، خاطر احنا انذرناهم قلنا لهم راهو جاية النار في اتجاه هذا راهي في روبابل باش توصل بريفي باش توصل حتى للبلاصة هذه، دونك لازم نحل نتاعها. احنا ما نجموش ما جاوناش بكليك الحماية، مشاو لبلايص اخرى احنا ما جاوناش. ها النار مازالت تجي تشوف طفيها هذيك. انا مازال قلت انا بديت قيمه 10 ملايين اللي مشيت لي ودون السجر نتاعي اجت الكرمات من هناك. وهاو الدار زاد كيف كيف، والدار هذيك الدار زاد تحرقت هذيك بلطف الله خلطت نيس ولدي والمراه عندي باش هانت باش محروقه انا هذاك نوصلها ولا تطيح الدار جمله. اجت هذه الغابه مزروعه، قلت لهم امس قلت للمسؤول نتاع اداره الغابات قلت مزروعه عام 58 قال لي باش ليك، قلت له انا نعرفها نهارش الزرعه نهارش الزرعه، قلت له هي جابها متر قد دكه شرب سجر هكا. تلفت المسؤول قال له بالمنجد المعتمد مسميك، قال لي في الولايه تو نعمل له فاكس ونعديه للولايه الشكايه نتاعي انا، ولا الفاكس هذاك عديه للواحد مش عديه للولايه عديه للمعتمد، والمعتمد هزوا الوالي، الوالي بلغوا للوزير، الوزير يولي يجيب الوالي ويجيب المعتمد بلغ مجهود الله يبارك فيهم حس بينا خير من اللي ما حسش. لا باش يجيو اليوم يبحثوا زاد باش يجيو يبحثوا، قال لي تو يجيو يبحثوا. قلت له نتكلم الحقيقه، قلت له لهبوا هذيك من غادي وبعد لهبوا قلت له احنا طفينا وقعدنا نراقبوا في الغابه، طلعت على كجابي هذيك وقعدت نراقب الثمانية نتاع الليل بالضبط تعداوا زوج على ميتو لحظه والنار توقت في السماء حرقوا واحد اخرى باش لحقوا. شرينا من عام 55 والكتب نتاعنا من عام 67 من عام 67 علاش ما قاموا تو هما قيمة الثورة هما ساعتهم ولاو عندهم حق تراكسيت هناك يشدوهم يقلعوا في السجر ويروح كانك تقتل في الارواح انت مش تقلع في السجر. بيه هو انا ولا في اي فلاح يعوض له الحاكم وهذيك شكون يعوضها؟ السجرة هذيك باش يردها لي سجرة تو باش يردها لي سجرة مازلت نخط عليها انا. النار هي حياتك هذيك اللم الاصلية شنو قال هذيك اللم البازولة اللي انت تتغذى منها. Thank you.
العشيه كل يوم ينفسوك الغاز، تلقاك الغاز يتنفس نتاع الشرغاز هذاك. الغابه هذه تفكوا باش ما تعدي هنا ناس غادي، وهكاك والامراض اللي خارجه جديده تعرفوها اللهم عافينا، الامراض الخبيثه هذه كثرت من بعد الحاله هذيك. عندنا ارض نتاعنا احنا قداش عندك تخدم فيها؟ طبعا من عام من الستينات، من 62 شارين، من 62 شارين، من 62 شارين عقود ملكيتنا كل شيء. بعد 14 جار في جهه وهما دخلوا للارض. انت مكس في الارض كي دخلوا؟ ليت انا مش بيت فميك، انا ولد مانيش بيتين فميك. دخلوا للدار كسروا البيبان وخلعوا البيبان ودخلوا للدار. صبحنا مودوك العشاء جينا نطلعوا نلقاهم فميك. مركز دار علوش قال لي معناها ما حد شيء. يا ولدي كيفاش؟ قلت لهم جابوا تراكسي نحيوا في الشوب في دار نوعت كل شيء. كيفاش هما باسكين فمي؟ جي احنا بعد 50 سنه، بعد 50 سنه راهو مش شويه. راه صبحوا هما اليوم الاولويه لهم، هما ينصبوهم هما. ليش؟ لانهم هما واكلين مجرتهم وقولهم ما خدم حتى بشر. بعد جمعه مباشره من اللي دخلوا فميك سرقوا القرط اللي هو القرط نتاعي انا. من بعدها حاولوا باش يسرقوا لي الهوش، واللي تفصعت مروح فيهم البلاد هربت بجلدي. الناس ولا يهدوا فيا بطلت ساعتها مشيت. قداش صرفت عليها؟ كمبيالات مثقله الكريمه فوق 3 ملايين، وقطره فما درس 5 ملايين. كما قالوا يملكوا في الهجيره ضايع هنيك، كما قالوا يملكوا في دار الغابات، كما قالوا يملكوا في شيره الاثار هنيك. فهمش كيف ارضنا جايبين اوراق مدلسينها، عندهم شكون؟ عندهم عدو المنفذين، عندهم محامين، هم كل تبعهم هم راه عندهم الفلوس، هم يقاوموا بالفلوس. الناس الكل عندهم يد في الحكايه، والناس الكل تكفي. واللي مخلفات نتاع الطرابلسيه اللي خلفوها الطرابلسيه في عهد اللي كان العهد الظالم نتاع قبل، قاعده ساري المفعول ليومنا هذا. وهاك تشوفوا المخلفات نتاعها برا، شوفوا تقام دوره بالاسلاك شيك قاعدين يدوروا فيها، كل حد يقول نتاعي. احنا تو نستناو في القضاء، لو كان جينا حبينا ناخذوا حقنا بيدينا، راه الواحد يشد الحبس وما ياخذ ما يسلمش حقه راه. فهمني ولا خاطر؟ مش يجيك انسان يخرجك من دارك مش حاجه سهله راه، يا تموت يا تعيش، خاطر انه باش خبزتك باش ينحلكم فمك. فهمتني ولا؟ شو معناتها باش نحكي خبزكم فمك؟ يعني قاتلك، طالما انه قاتلك، لازم تقتل قبل ما يقتلك. عندي ذكريات بها كيف الراهطة، والله قلبي يوجعني. بالله عيب قلبي وجعني كراك هيك كذا بقى. فهمت ولا ليه؟ مش معناتها تصور هيك، والله قلبي وجعني. على نهار الخميس كي جيت وجاتك النار تفاجئنا الناس كل هيك تحرق واليوم نهار كل بقالي في البرقيتير بكثير مغادي مع اثنين توشكي محروق كل هذا مني، حتى السين الاخر كل محروق. طيارات وبرت القاش مزود ليسانس ثلاثه طيارات خبلت التجاره ضدك كارثه، والعذو بالله ما عندهمش انسانيه. فميك بان ونجم عمل حتى نحينا شويه منها، يمكن جي 10 ولا 12 بيت الاخر تحرق. وبرا ثبت قد كل متر مربع قداش فيه حيوانات ماتت. ليه هذوك ليش عملوا؟ بورقيبه قال من عام 63 ولا عام 62 قال ارض لمن يخدمها، واكتب ولا غيراتسي نتاع واحد. احنا كتبنا بالعدول ومسجلين في القباطه امورنا واضحه. قال لك لا ما عملتوش هذا ملكيه، اعطيناها للمحامي 14 عام المحامي حطها زاد دكنا، واحنا بذاتنا جاوا قالوا لنا هذه ارضنا باش تخرجوا منها للفلاح الكل. والله لما كون قاتلوا كون قدوا اللي شعل فيها، خاطر ماهيش شعلت وحدها، راهي شعلت مستعمله. هيا باهي حط بحر هذاك نهار من نهار صبح مختفي. شنو راهي؟ كيما ترى البحر كيما ترى الغابه، راه كيف ترى البحر توحي في قلبك ينشرح. هيا واليوم انت ما نمشي الغابه شنو راهي؟
إجا دف النار يا حكم النهار إجا دف النار يا حكم النهار إجا دف النار صلح ولا مساومة ما طلبش بالإله طالب المسؤولين اللي يسيبوا في اللي يعمل في العمل هذاك يتعاقب أكثر من اللي يتعاقب في الإله كل فلاح ضر يقدم قضية أنت تعرف وعندك اليقين وهذا يعرف وذاك يعرف اللي فما تقصير كامل ما تتعاود الحكايه ذي عملنا ثوره صحيح لكن راهو العبيد ذي راهي العبيد لاباس عليها قاعده تحرق حاجه عنده مصلحه نتاع فلوس وسلطات وسلطات معاها تخدم فيها ما عادش تعاود تقولوا ثوره شي كل شيء تركبوا فيه الثوره ترجمنا الغابة ثروة نباتية وحياة نباتية وحيوانية ومتاع البشر حرقوها شيخة عمري ما شفتها لحكي إذا كان في 17 ديسمبر تحرق واحد تو قاعدين نحرقوا في الوطن كامل المشكل الآن شنو مصيرها من بعد مغير غابة مغير غابة في 5 سنين تولي صحراء تونس هي تونس تونس عز البلدان تونس واليوم قاعدة تدمر كلهم ما يلزمناش نسكتوا جزنا باقي نقعدوا واقفين وهي تبرد واحنا نعاودوا نسخنوا الحكاية هذه معروف من عهد الرومان اللي يحتل الوطن القبلي يحتل تونس شكون دافع على ديارنا بالعصي شكون باش يدافع على الغابة كيف كيف احنا تو نعيشوا في عهد الفوضى والجاهلية والفساد والسكوت عن الفساد والسكوت عن الفوضى الناس كل متبسريوسها الناس كل الغالب وراي في كل بلاصة راي هكا خوف من أخذ القرار الناس كل يخافوا أي قرار شنو القرار أي تسأل أي وزير يقول لك مازال التحقيق جاري لو كان تسأل وتقول له الشمس في نصف النهار يقول له الشمس بازغة ولا لا يقول لك هاتوا كان نعملوا تحقيق ما نجموش نعملوا على أي سلطة على أي حكم على أي حتى لا جيش لا أمن لا حماية ما نجمو نعملوا كان على رواحنا ثم ناس بسطاء يقول لك يا ليتها ما كانت الثورة لأن الثورة جلبت الهم والغم والخوف اتنحى ما عادش خايفين منكم حرب هذه حرب يا سيدي أنا حلينا حرب وشعب شبقى دائما يقظ وباش ديما يحرس الوطن ضايع رغم عنف المسؤولين ورغم الناس اللي هما تو قاعدين شادين البلاد احنا مين نعيشوا من تونس دولتنا هذيك هي نعيشوا منها دولتنا يلزمها تحيا تونس الله لا ينكبها تونس شنو قلت تبكي عليها ما تبكيش على تونس فين عشنا احنا وفين دولتنا احنا كان في تونس